أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة التعرفة الصوتية، وذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2031. خدمة التعرفة الصوتية بالذكاء الاصطناعي تمكن الطبيب من تسجيل الملاحظات السريرية وإنشائها وتعديلها عن طريق التسجيل الصوت فقط بدلاً من كتابتها، وذلك يساهم في توفير الوقت ويساهم في تجنب الإرهاق الذي يواجهه الأطباء، كما يساهم أيضاً في تعزيز تجربة المريض أثناء تواجده في العيادة. تستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي لمنح الأطباء تنبيهات استباقية في حال عدم إدخال بيانات بشكل كامل، مما يساعد على تجنب الأخطاء وتحري الدقة في عملية التوثيق.